يلتئم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل من جديد لبحث تداعيات الحرب في أوكرانيا وزيادة الدعم الأوروبي المقدم لكييف بنحو 522 مليون دولار، ما سيرفع المساعدة العسكرية للتكتل إلى نحو 2 مليار دولار. المساعدات الأوروبية لأوكرانيا لا شك أنها قبلت معادلات الحرب وأطالت من عمرها، ودفعت موسكو إلى تغيير استراتيجيتها مراراً وتكراراً بما يتناسب مع الدعم الأوروبي المتواصل لكييف. طاولة الاجتماع الأوروبية لن تخلو أيضاً من المسألة التي تشغل العواصم الغربية، وهي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، التي يبدو أنها ستعمق المشكلات التي تعاني منها الدول الأوروبية. قبيل الاجتماع أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يدعم بشدة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، عن أمله أن يتمكن حلف شمال الأطلسي من إيجاد حل لاعتراضات وتحفظات تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، وأكد أنه يثق في قدرة حلف شمال الأطلسي على تجاوز الاعتراض التركي. سوف تتلقى فنلندا والسويد دعما قويا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن طلب عضويتهما بالناتو، لأنه سيزيد من وحدتنا ويجعلنا أقوى. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده لن تتنازل في موضوع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا، معتبرا أنهما تشكلان مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا. في المقابل أعلن كل من وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي ونظيرها الفنلندي بيكا هافيستو نيتهما لزيارة تركيا لبحث مسألة انضمام بلديهما إلى الناتو. أرحب بضيفي في برلين سيد زاهي علاوي الباحث السياسي، أهلا وسهلا بك. هنا نتحدث عن اجتماع وزراء الدفاع في أوروبا يجتمعون في مدينة بروكسل، ما المنتظر منهم في هذا الاجتماع وما هو شكل الدعم المتوقع لأوكرانيا من خلالهم؟ بداية طبعا هي آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة، خاصة وأن ما طرح حتى الآن هو أن يتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة القديمة الموجودة في معظم الدول الأوروبية، وهي أسلحة في معظمها أيضا تعود بنا حكم الاتحاد السوفيتي، وكيفية استبدال هذه الأسلحة بأسلحة حديثة متطورة، على أن يكون هناك أيضا عدم وجود نقص لهذه الأسلحة والمعدات العسكرية في دول حلف الناتو والدول الأوروبية، وبالتالي هناك مساعدات، الأمر الذي أيضا ترفضه أوكرانيا بشكل صريح، والرئيس الأوكراني يطالب بأن يكون هناك فعلا أسلحة متطورة، أسلحة متقدمة يمكن لها أن تواجه آلة الحرب الروسية. ومن هنا زيادة الدعم المالي غير كافي حسب السلطات الأوكرانية وحسب الرئيس الأوكراني، ولكن هناك أيضا مطالبات بأن يكون هناك فعلا أسلحة متطورة يمكن للجيش الأوكراني مواجهة الجيش الروسي من خلالها، هذا إضافة إلى كيفية تعويض هذه الدول من الأسلحة التي ستخرج من مخازنها وتذهب إلى أوكرانيا. من الذي يتحمل هذه التكلفة؟ هل ستكون هي بمثابة منح من بعض الدول الأوروبية مثل الدول الصناعية في ألمانيا، أو أن يتم استبدالها طبعا بأسلحة متطورة للدول الأخرى؟ هذه القضايا سيتم بحثها، إضافة إلى كيف يمكن تزويد أوكرانيا أيضا بالأسلحة الثقيلة، وعدم اعتبار ذلك أن تكون دول الاتحاد الأوروبي جزء من هذه المعركة حسب التهديد الروسي في الفترة السابقة، إضافة إلى طبعا المساعدات التي بمجملها وصل حتى الآن إلى تقريبا 2.5 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. طيب هنا أستاذ زاهي، رغم الدعم والموقف الأوروبي الأمريكي الواضح لأوكرانيا، ولكن ألا تثار الهواجس مثلا في كييف حول أن هذه الأسلحة، هذا الدعم غير قادر على قلب المعادلة بالكامل؟ مسألة تقديم الأسلحة هي أشبه بإعادة التدوير أو الصدقات العسكرية، إخراج أسلحة قديمة ومنحها إلى أوكرانيا، وأيضا الولايات المتحدة هي المستفيد لأنها ستصدر أسلحة حديثة ستبيع شركاتها إلى الاتحاد الأوروبي. أين الموقف الحقيقي في أوكرانيا إذا كل هذه التساؤلات، وأيضا غموض مسألة أنها منح أو هي ديون ستكبل أوكرانيا في المستقبل؟
هذا الرأي طبعا هو بالفعل هو الموقف الأوكراني، يعني إلى أي مدى سيمكن أو ستتقبل أوكرانيا هذا الدعم لأسلحة قديمة سبق وأن أثبتت هذه الأسلحة عدم فاعليتها في كثير من الأحيان، خاصة والأسلحة القادمة من ألمانيا وصواريخ ستينجا التي ثبتت في معظمها أنها غير فعالة وغير مجدية، وبالتالي أو قديمة لا تعمل، وبالتالي هناك مطالبات بأن يكون بالفعل أسلحة متطورة، وهذا ما طالب به الرئيس الأوكراني. الجهة الوحيدة أو الجهتين التي تقدم الأسلحة الحقيقية هي بريطانيا والولايات المتحدة. طبعا بريطانيا والولايات المتحدة تستفيد بشكل كبير من توريد هذه الأسلحة، الفائدة المالية طبعا المستفيد الأكبر هي الولايات المتحدة من تصنيع هذه الأسلحة. الدول الأوروبية غير قادرة على تصنيع أسلحة منافسة بشكل كبير وبشكل واسع، وبالتالي سيتم شراء هذه الأسلحة من الولايات المتحدة. شركات صناعة الأسلحة في ألبانيا الآن هي مستفيد أيضا من هذه الصفقات، ولكن طبعا الرئيس الأوكراني طالب بشكل واضح إمداد أوكرانيا بالذخيرة وإمداد أوكرانيا بأسلحة من حلف الناتو، وليست مجرد هبات من الأسلحة القديمة التي لا تعمل. حتى أن الجيش الألماني عندما كان الحديث عن المدفعية التي ستقدم إلى أوكرانيا، حوالي 116 مدفعية موجودة في ألمانيا التي تعمل منها فقط 40 مدفعية، وبالتالي لا يمكن لألمانيا أيضا تقديم كم هائل من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، لأنها بالتالي ستتخلف عن التزاماتها تجاه الناتو وسيكون عندها نقص في هذه المعدات العسكرية الثقيلة. بولندا والدول الأخرى أيضا طالبت بأن يكون تعويض لها عن هذه الأسلحة. إذن هذه القضايا سيتم بحثها، وسيتم الآن معرفة آلية استبدال هذه الأسلحة، وأي من هذه الأسلحة ستكون بالفعل فعالة على الأرض في المعركة الأوكرانية التي تواجه ثاني أقوى سلاح في العالم.